الرئيس السيسي يوجه بتطوير القاهرة التاريخية بوجه عام. الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدل من الشهر المقبل. الخارجية تؤكد أن الصيادين المحتجزين في تونس بصحة جيدة وتعمل على إعادتهم. موجز العام وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم أعمال تطوير مبنى مجمع محاكم عابدين، وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية بوجه عام، وهو ما يأتي ضمن خطط الدولة لعودة العاصمة للعب دورها الثقافي والسياحي والأثري. وأشاد مدبولي بمستوى تنفيذ أعمال التطوير التي تمت في مجمع محاكم عابدين، وكذلك ما يتم من دعم وتطوير للخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءا من الشهر المقبل. ومن جانبها أكدت وزارة التموين أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة ولن تؤثر نهائيا على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم وتضمن وصوله إلى مستحقيه. وشددت الوزارة على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير. أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ بدءا من يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر يناير المقبل في تسليم 1656 وحدة سكنية بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة. وأوضح الوزير أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. أعلن المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية عن مد فترة التقدم لحائز الأراضي الواقعة داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة حتى يوم الأربعاء الموافق للسادس من الشهر المقبل، وذلك لتقنين أوضاعهم. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق ثلاث قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف والعلاج حياة كريمة في جميع التخصصات الطبية، وذلك على مدار الغد وبعد غد بمحافظات الغربية والوادي الجديد ومحافظة الجيزة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 398 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107961 حالة. وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، كما لفتت الوزارة إلى وفاة 42 حالة جديدة. أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقانة التونسية، وعلى متنه 17 صيادا مصريا. كما أكدت الوزارة في بيان لها أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم متواجدين بالمركب وداخل الميناء وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار، إلى اللقاء.